يعني سلمى، مثل ما بلشنا حلقتنا بأفعال الخير والأعمال الإنسانية، خلينا نختم بفقرة ننصح فيها كيف الشخص المقتدر مادياً بيقدر يتصدق ويقدم شيء من أمواله، وبنفس الوقت الشخص يلي يمكن مادياً غير قادر على المساعدة بالعكس كيف بيقدر يمكن يقدم لو شيء بسيط وحتى يقدر يتدبر أموره نوعاً ما بشهر رمضان. صحيح فرح مثل ما قلتي، ويمكن هذا الموضوع مثل ما دائماً نحن بنحكي كيف كل شخص فينا بيقدر يتحكم مثلاً بتعصيبه، يتحكم بنفسه، ينظم وقته، هي عملية إدارة كمان، إدارة نفسنا خلال شهر رمضان ومواردنا، إن كان كيف أنا بقدر ساعد معنوياً مادياً وما إلى ذلك، إذا بقدر أشتغل حتى أو أتطوع، هذا كلياته علم ودخل ضمن إدارة الموارد الإنسانية بشهر رمضان المبارك. خلينا نتعرف على هذا الجانب مع ضيفنا لليوم الأستاذ صفوان، وهو أيضاً مدرب بالتنمية البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ صفوان. صباح الخيرات وكل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك إن شاء الله. رمضان كريم علينا وعليك، وخلينا نبدأ بالأول، شو نقصد بإدارة الموارد وخاصة في شهر رمضان المبارك؟ هلا طبعا إدارة الموارد مثل ما تفضلت هو علم، الحقيقة علم كبير، يعني نحن من تراثنا هيك بنختصره هيك بكلمتين، يعني إنه التدبير، يعني بيقول لك إنه والله هي ست مدبرة، إنه بتعرف إنه شلون تتصرف بالشيء اللي موجود عندها. طبعا إدارة الموارد علم كبير كثير يتعلق بكل شيء ممكن إنه يكون متاح بين إيدينا. يمكن ينصرف يعني تفكيرنا لقصة المصاري، يعني هي الموارد ليست فقط مال، يعني الموارد هي أي شيء متاح بالنسبة إلي إنه أنا قادر إني أتصرف فيه أو أقدمه. يعني ممكن يكون واحد عنده علم، هذا موارد بالنسبة له. وحدة مثلا عندها مهارة ما، هي موارد بالنسبة لها. المال هو موارد، الأكل هو موارد، السيارة هي موارد، أي شيء متاح للتصرف بين إيدي هي موارد. والحقيقة يعني إحنا كثير بحاجة لهيك فن وتفكير وترشيد شلون إدارة هاي الموارد بالطريقة الأمثل، مو بس مشان أنا أوفر، الأهم من التوفير أني أنا استثمر هالموارد بالقيمة الأعلى. يعني اليوم أنا عندي مثلا حكينا على السيارة، هي موارد، يعني بينما مثلا أنا أروح مشوار من مكان لمكان شخص واحد بما تكون السيارة معباية زلم مثلا، يعني فالسيارة مشيت المشوار نفسه وراحت الطريق نفسه، لكن وقت بيكون فيها 4 أو 5 زلم أكيد حتكون الاستفادة منها أكبر بكتير وقت بيكون فيها شخص واحد. فيعني هي بشكل هيك مبسط كتير، فأنا مو بس بوفر على حالي، بوفر على حالي وبستفيد من الشيء اللي أنا موجود عندي بالطاقة الكبرى العظمى. يعني مثلا اليوم نحن موجودين على الإخبارية، الله أعلم قديش عم يتابعنا، 100 200 300 مليون الله أعلم، بينما هالكلام هذا عم يكون ينحكى بمحاضرة فيها 20 زلمة بقاعة، بينما يكون عم ينحكى مثلا على فضائية فيها 20 مليون مثلا، يعني نعم. فهذا شيء من إدارة الموارد، فأنا حققت فائدة أكبر من هالكلام اللي عم ينحكى بالقاعة أو بالتلفزيون أو مثلا إذا نزلت على اليوتيوب فيما بعد وتمت عم تنسمع دائما. فهذا شيء عن إدارة الموارد، المفروض نحن دائما أي شيء عندنا موجود نفكر فيه بهي الطريقة. نعم. أول شيء شلون بدي حافظ عليه، وثاني شيء شلون بدي حقق أكبر نفع ممكن منه مهما كان يكون. يعني طيب أستاذ صفوان، في كتير ناس بتقول أنه أنا يا دوب مكفية حياتي، مكفية يومي، ما عندي شيء أتبرع فيه، الراتب ما بيكفيني، ما إلى ذلك كتير من هاي الأمور. هذا الشخص كيف بيقدر يدبر نفسه وشو بيقدر يقدم برمضان؟ كثير حلو هذا الكلام، والحقيقة يعني هذا الكلام ينطبق تماما علينا، على الوضع ببلدنا للأسف هلأ هالضيق شوي اللي مارق على الناس. يعني صحيح الموارد قليلة كثير، بس احنا قلنا ليش عم نقول انه الموارد هي مال؟ الموارد هي مال وغير مال، يعني حتى لو بدنا نحكي انه على الموارد المالية صح هي قليلة، لكن كون الموارد قليلة هذا بيخليني أكثر وأكثر بحاجة لإدارتها أكثر من وقت بتكون كثيرة. يعني مثلا مثل ما تفضلتي هلا انه انا دخلي قليل، ما في مصاري، ما في مواد بالبيت، متطلبات كثير كبيره، فاليوم انا بدي صير فكر بطريقه اداره الشيء القليل اللي عندي لحتى يغطي شوي نوعا ما. يعني مثلا شهر رمضان، هلا كل عام وانتم بخير، هو شهر خير، دائما بقول لك رمضان هو شهر الخير.
كثير من الأسر بهذا الشهر الكريم يعني بيجي دعم، خلينا نقول من جهات مختلفة، يعني من القرايبين، من الجمعيات، من المجتمع الأهلي، أشكال ألوان. فاليوم هذا موارد، يعني أنا موارد فاتت على الأسرة، إن كان مونة، إن كان أغراض، إن كان مال، إن كان طيب هالموارد هي فيني أنا استهلكها من هون ليصير أول يوم العيد نطلع خلاص ما يزيد معي ولا رش، وفيني أنا هالموارد هي إنه يعني رشدها وخليني أقول إنه يعني اصرفها بشكل عقلاني لحتى إنه تم تمد معي أكبر فترة ممكنة. أحياناً للأسف بشوف إنه بعض الناس مثلاً هلأ جاني زيت، مثلاً عندي زيت، أم شو بعمل؟ بيعهم، بس بيعهم يعني بنص السعر. طب هلأ بعد شهر الزيتات اللي عندي حيخلصوا، بدي اضطر انزل على السوق واشتري رد زيت وصار اغلى بالسعر الطبيعي. فانا شو عملت هون؟ هذا هلا انا خسرت. بيقول لك لا انا جايتني بلاش، لا بس بدك ترجع تشتريها مصاري، بدك ترجع تشتريها فيما بعد. فاليوم انا هذا اللي عم اقوله، يعني فاليوم انا هالاداره هي خلتني انه فكر لبعد شهرين، انه انا لبعد شهرين هلا انا عم ضر حالي، انا عم روح من مصاريي مثلا. والله اليوم الاولاد مو جاي على بالهم والله طبخ، طب يلا نروح جانا قرشين يلا منجيب مثلا اكل جاهز او شيء. طب انا مو من ضمن استطاعتي هذا الامر انه بشكل متكرر، فانا بدي افكر كمان بهي الطريقه. ما بقدر انا كل شغله اجت على بالي والله بدي اجيبها، يعني حتى لو انا ميسور ماليا من الخطأ كثير إنه أنا والله أي شيء بيجي على بالي بساوي، أي شيء بيجي على بالي بشتري. مفروض يكون في عندي أنا تفكير إنه أنا هاي الشغلة أنا بحاجتها، هي أولوية، هي ما لها أولوية. يعني اليوم مثلاً في عندي والله كتب للولد، وفي عندي والله بوط جديد أو قميص جديد. فكمان من إدارة الموارد إني أنا أفكر بالأولويات، إنه أنا عندي أولوية هي أو هي. اليوم أنا بدي أطلع على شغلي ولا بدي مثلاً صلح تصليحة بالبيت، أني أولوية؟ على فكرة في ناس هلأ أنا مهارتي وعملي هو من الموارد تبعاتي. في ناس كتير والله اليوم أنا معطل من الشغل، شو عم صلح الحنفي؟ أصلحها المساء، يعني ضروري تصلحها بوقت العمل، روحت على حالك أنت وارد. قديه استاذ صفوان انت مع فكره الادخار قد ما كان بسيط؟ في اوقات اشخاص بيقولوا استحاله الادخار بهذا الوقت، وبعض النصائح يمكن من اشخاص يمكن كبار او شخص مجربين كثير بيقولوا بحسب تسند جره. شو رايك بهذا الكلام؟ بالتاكيد هذا الكلام ما له غلط ابدا. برد بقول يمكن انا اداره الموارد ما تودي معي ادخار، يمكن انا فعلا ما يزيد معي ادخار يعني، لكن بكفي اني انا ما اوعى بحاجه. هلا اذا زاد معي ادخار ان كان مال ولا ان كان مواد ولا ان كان يعني اشياء تانية غير المصاري، منيح كثير، هذا شيء جيد جدا اذا قدرت اوصل لهون. لكن انا مو بالضروره اني اقدر اوصل للادخار، لكن على الاقل ما اوصل للحاجه. يعني بمعنى ما انقطع، يعني انه ما وصل لمرحله انقطع فيها انه اقول انا ما عندي، بس انا هالماده كانت متوفره عندي او انا كان بامكاني اشتريها، او كان يعني ما اترك الامور هيك انه خلص يلا بكره الله بيبعت. يعني عيني وراسي هلا الله بعت، شو عملت فيهم او شو عملتي فيهم؟ يعني حافظتي عليهم؟ يعني والله اليوم انا اجاني موارد برمضان، اجاني عيادي واجاني كذا، دغري يلا غيرت طقم الكنبات مثلا. منيح يعني انا لازمني غير طقم الكنبات، بس هل هو اولويه؟ ما له أولوية. أنا في عندي أولوية لبس أولادي مثلا، عندي أولوية لنفرض صلح شيء بالبيت أساسي. فاليوم هالموارد هي أنا إدارتها بطريقة صح والتفكير فيها بطريقة صح، يعني خليني أقول بطريقة الاستدامة قدر الإمكان، هو اللي بيخليني أنه ما أوصل لأنقطع، يعني ما أوصل لمرحلة الحاجة فيما بعد. هذا يعني على الأفراد والأسر، وحتى بالمؤسسات والشركات كمان نفس القصة، يعني إنه ما أوصل لمرحلة إني انقطع فيها. طب أستاذ صفوان كثير بنسمع إنه جمعيات شركات غيره عم بيحاول يتبرع بشهر رمضان وكله بيتجه للغذائيات، هل هذا هو الجانب الوحيد اللي أنا بقدر أتبرع فيه؟ كيف ممكن دير كمان عملية التبرعات بالشهر الكريم؟ كثير حلو هذا السؤال، ويعني بينقلنا لمرحلة تانية، إنه فعلا حتى المؤسسات والشركات
اليوم مكتورين الخير والله هيك يكتر الخير ويزيد أهل الخير، عم يتوجهوا إنه لموضوع السلال الغذائية، وهذا شيء جيد كتير والله يعطيهم العافية ويعوض على كل مين عم يدفع. بس أنا في عندي جوانب أخرى بدها تغطاية، يعني اليوم حتى أنا كجمعية فكر إنه جاني وارد برمضان من المتبرعين، فرحت صرفته كلياته على الإفطار الصائم وعلى السلة الغذائية وعلى كسوة العيد، وبعد يعني بعد رمضان ما عاد عندي مصاري لأدفع الرواتب تبع الأيتام أو تبع المستفيدين اللي عندي. فكمان أنا بدي أفكر إنه أنا لازم أفصل، والله في عندي ميزانية لهالقصة، في عندي ميزانية لهالقصة، ما نكون والله هيك إنه والله كل الموارد والله كلها على الصرف. فاليوم مثلي معناتها مثل هالفقير اللي ما عم يعرف يتدبر أموره. فاليوم بدي كمان أنا كجمعية أو أنا كشركة بدي أفكر أنا بالاستدامة، يعني اليوم أنا كشركة مقرر إنه والله بدي أدفع 10 ملايين ليرة، مو شرط والله روحهم كلهم مثلا بالسلة الغذائية، أنا ممكن أشوف حدا بيته بحاجة لاستصلاح، مثلا بيته متضرر استصلاح بيرجع بيسكن فيه. فهلأ هذا أنا نقلته من حال لحال، أنا هذا الزلمة كان قاعد بالإجرة، قاعد ب يعني عنده مصروف دائم عم يرهقه، أنا قعدته ركنته ببيت، ركنته. أنا بعرف في بعض التجار الحقيقة يعني حاطط كل اهتمامه بهي القصة، بيقول لك إنه أنا هذا الزلمة يعني خليني أقول إنه رفعته من الحاجة قدر المستطاع، وفرت عليه. فاليوم أنا حتى كمتبرع أنا بحاجة لإدارة الموارد، أنا بحاجة لفكر إنه هالمصاري اللي أنا عم بدفعها وين بتحقق أعظم فائدة ممكنة. أعطيته سلة كتر ألف خيرك، بس أنا في عندي أشياء تانية ممكن فيده أكتر فيها. واحد مثلا لنفرض عم يعلم أولاده، فيني أنا أدعمه. هذا اليوم التعليم الاستثمار بالتعليم أنا للمستقبل حينتشل هالعيلة كلها. تماما. واحد عنده، في كتير ناس معلمين مصالح وما عندهم مكان، يعني ما عنده محل يشتغل فيه. فاليوم إذا أنا أمنت له عدة بسيطة، أمنت له مكان، غيرته من حال إلى حال. نفس المصاري اللي أنا بدي أدفعها مو أكتر. فاليوم أنا كمتبرع يعني مطلوب مني أني أفكر وين بدي أحقق الفائدة الأعلى من تبرعي لحتى يستفيد هالزلمة وغير له حاله، مو انه هيك دفشة لقدام. يعني انه اعطيته هلا قرشين دفشة لقدام والله اعلم الشهر الجاي شلون بده يدبر حاله، غير له حاله، هذا الاستثمار الافضل كمتبرع. كان نصائح اخيره استاذ صفوان، شو بتحب تتوجه اليوم للناس اللي عم تسمعنا سواء الميسورين الحال او حتى الاشخاص ذوي الدخل المحدود؟ خلينا نقول يعني الحقيقة للميسورين، إذا أنت عم تفكر بالأجر، عم تفكر بالأجر عند رب العالمين، تفكر بالحسنات، ففكر إنه بالاستدامة، إنه أنا شلون بدي فيد اللي عم بعطيه المصاري فائدة أكبر إذا عم فكر بالأجر. وللي عم يتلقى الخدمة كمان نحن بنوجه له نصيحة إنه فكر بعد رمضان سنة 12 شهر. يعني اليوم حتى المتبرعين بنقول لهم إنه في بعض المتبرعين إنه خلص بيتبرع بس برمضان، طب وبعد رمضان؟ يعني الناس كمان تمت بحاجة يعني. يعني أنا وصلت بمرحلة مثلا بشعبان اتصل بأكثر من شخص إنه لحاجات ملحة، يقول لي يلا استنى لك كم يوم لرمضان، استنى لك كم يوم لرمضان، إنه إيه يعني في 12 شهر عنا يا جماعة، يعني اطلعوا على الأشهر الثانية، وزعوا على الأشهر الثانية. للمستفيد كمان أنت فكر ب 12 شهر، فكر إنه عندك 12 شهر، هالموارد اللي كلها جاية لعندك ما يعني حاول إنه نتصرف فيها خلص خلال هاي الفترة القصيرة، ويكون في عنا قناعة، وهي شغلة كتير مهمة. موضوع الرضا موضوع مهم جدا 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 بهاي السيرة كلياتها. يعني اليوم أنا إذا بدي أقول إنه والله بدي إدارة وعندي 12 شهر وبدي كوش قد ما بقدر، يعني هون مشكلة. فموضوع الرضا هو موضوع كتير مهم بإدارة الموارد، لأنه إذا ما في رضا ما حيمشي الحال منوب ولا حقدر دير شيء، لأنه حتم اتطلع إنه بدي هي وبدي هي وبدي هي، بده يكون في نوع من الرضا وهيك الهدوء لحتى أقدر إنه استثمر الموارد بأكبر قدر من الصحة. أكيد يعني معلومات مهمة، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لك أستاذ لوجودك معنا، ورمضان كريم، نعاد عليك بكل خير. شكرا لكم ورمضان مبارك. شكرا لك مرة ثانية.